لمحة سريعة بواتس أون أم تي في عن البرامج أو بعض البرامج اللي عم تنعرض حالياً على شاشتنا ويومياً على الساعة 6 المساء. مسلسل عشق النساء بيحكي عن قصة غرام صعبة لبل مستحيلة، ولكن بالحلقة 30 رح نشوف أو شفنا كيف عادل عبر عن حبه لغادة، وطبعاً كان في مفاجأة كبيرة لإلها، نوع من حدود جربت ترسمها لها الشخص يلي هو صديق للعيلة، ولكن بالرغم من كل مشاكلها مع زوجها قدرت انه تحافظ على هالعلاقه كعلاقه صداقه فقط. خلينا نشوف. رجع شغلك بو، رح اعتبر اني ما سمعت شيء. ولك انت مشدوبه ولا ما بتفهمي؟ عم بقول لك بدنا نطلق. ولا باحلامك ولا تحلم فيها. ما في شيء بيفرقنا عن بعض الا الموت. مش على ذوقك. انا كان فيي ابعت لك ورقه الطلاق من دون حتى اخبرك، بس انا ما بدي علاقتنا تنتهي بهالطريقه. انا بحبك بوب، ليه بدك تتركني؟ ليه عم تستغني عني بعد كل شي عملته كرمالك؟ كل شي ضحيت كرمال مستقبلك؟ هيك عم بتكفيني بقى. أما ليلى على الساعة 10:30 المساء فبرنامج المقالب مع الشخص اللي معروف بهالمجال كميل الأسمر عم نتابعه على شاشتنا، مقالب مهضومة، مقالب يمكن ما في أذى ولكن مزعجة ببعض الأحيان. خلينا نشوف ونرجع. هيا مريد. أنا 87. شو بعمل لك بتعمل لي؟ يا أوكي؟ 87؟ 87. يلا. شو بدك؟ أسد. مالي عرقان شوي أنا. يلا وين؟ طيب شو اسمها الطريقة؟ هلا بنصير ناخذ من بعضنا ونعطي، أنا ما آمنت فيها أول مدي ها، بس آخر شيء بتشوفها يعني. كم أخ عندك؟ ثلاثة. مو مثلي مثل، أنا وياك نفس الحركة، يا تحب الصيف ولا شتي؟ الصيف. ليش غيرت يعني؟ انت كان لازم تغير. اوكي. حطه على جنب. هيدي كانت لوحة سريعة عن بعض البرامج اللي عم تنعرض على شاشتنا، طبعا برامج الام تي في موجودة على mtv.com.lb وعبر ابلكيشن الام تي في. رح ناخذ وقفة سريعة ومنتابع مع فقرة كابلز مع فادي الحلبي وموضوع جديد لليوم.